السلام عليكم. كيفية برمجة الكينت انفيرتر، كيفية ربط المقاومة البريك ريزيستر إلى الكينت انفيرتر. نلاحظ هذا هو الكينت انفيرتر، وهنا لدينا طرفي المقاومة المتغيرة. هذا هو الطرف الأول والطرف الثاني، ويمكن رؤيتها بالمانيوال الخاص بالبريك ريزيستر. هنا لدينا الدائرة الكهربائية للمكينة، وهذه هي المقاومة المتغير البريكينج ريزيستر أو الريوستات ريزيستر التي تعمل على إيقاف المكينة. لبرمجة الانفيرتر دائما يجب قراءة المانيوال الخاص بالانفيرتر. هنا لدينا الكينت انفيرتر، فهذا هو المانيوال الخاص بقضايا البريك ريزيستر. فمثلا ال F1.0.5 المؤشر هنا هو لعمل البريك. يوجد ثلاث اوبشنات داخله، الاول هو الصفر والواحد والاثنان. نحن نريد بريكنج ريزيستر، لذا نختار الاوبشن رقم 2 المؤشر بالقلم. لاختيار الاوبشن رقم 2 نختار سيتنج ثم F2 ثم سيت و F5. هي السيتنج لدينا F1، نلاحظ ال F1.05. اذا نعود نختار F1 سيت 0.05 سيت، ونختار القيمة 2. عندما نختار القيمة 2 سوف تعمل البريكنج ريزيستر، سوف يكون هنالك كونكشن، وتذهب فولتية الدي سي المتولدة من الماطور إلى البريك ريزيستر. نلاحظ عمل البريك ريزيستر على الماكينة. نلاحظ دوران كيفية عمل البريك. نلاحظ الآن بدأ بالدوران ويتوقف القالب بشكل مباشر. دوران مرة ثانية. نلاحظ عمل البريك ريزيستر.